Bonjour mes élèves de la classe de la 7e, grade 7. J'espère que vous êtes bien. Vous vous manquez beaucoup, ami Monsieur Hall. Prenez soin de vous-même. خلوا بالكم من نفسيكم. خلاص يعني أيام بتجري وإن شاء الله هتكون أحسن وترجعوا مدرستكم بألف سلامة بإذن الله. أوكي، النهاردة هنبتدي في الفيديو ده، فيديو 3 للكوارتر 4 ده أنا بسجله لكم، ده رقم 3. هنشتغل على جرامير. الجرامير لسون بتاع الجرامير ده اللي هو لي برونون ريلاتيف. لي برونون ريلاتيف، برونون يعني بروناون. اوكي، برونون. تمام، انا بستخدم البروناون ايفن في الانجليش عشان ما عدش الكلمة، ما افضلش اقول نفس الكلمة، لا ممكن احل محل الكلمة دي ببرونون يعود ليها وهكذا. فلي برونون ريلاتيف دي اللي هم كي، نوعين، انتوا هتاخدوا نوعين اللي هو كي وكو. كي وكو ليه بستخدم لي برونون ريلاتيف؟ بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. بور ايفيتي لا ريبيتيسيون يعني عشان اتجنب الاعادة في الكلام. اوكي، طيب اول برونون ريلاتيف هناخده اللي هو كي. اوكي، كي عندي فور اكزامبل ميشيل. ميشيل ذا نيم اوف ذا بوي كور فير لو شا. اوكي، لو شا ميال. هذا اول فراز، ميشيل كور فير لو شا، لو شا ميال، يعني ميشيل ران ورا يعني الشا after the cat. لو شا القطة، كات ميال بتنوع. اوكي، طيب انا عندي كلمة هنا لو شا بتتقال لأول مرة في الجزء الأولاني بتاع الجملة اللي هو أنا بسميه بروبوزيسيون. الجزء ده بسميه بروبوزيسيون اللي هو زي شبه جملة، والجزء التاني ده بعد البوان فيرجول بعد العلامة دي، الجزء التاني اللي هو لو شاميار ده برضك بروبوزيسيون تانية، نص تاني من الجملة. اوكي، طيب الكلمة اللي بتتعاد فين؟ هي أكيد لو شا. مش هقدر أقول هي بتتعاد هنا، ليه؟ لأن هي أوريدي بتتقال لأول مرة هنا، يعني بقول ميشيل كور فير لو شا هنا لأول مرة بتتقال، لكن تاني مرة بسمعها في الجملة من تاني بروبوزيسيون لو شا ميال. طيب ايه وظيفة لو شا بقى في الجملة التانية أو في البروبوزيسيون التانية؟ ميال ده فيرب. اوكي، ميال فيرب. إذا لو شا بقت سوجي، لو شا بقت سوجي. طالما الكلمة اللي بتتعاد في الجملة التانية بتلعب دور السوجي يبقى أنا هشيلها وأحط بدلها كي. يبقى إيه؟ هشيل الشا وأحط بدلها كي اللي إحنا بناخدها. هرجع تاني، طالما الكلمة اللي بتتعاد هي اللي هي لو شا بتلعب دور السوجي في الجملة التانية، أدي فيرب وأدي سوجي، يبقى هشيلها ويتحط مكانها كي. أوكي؟ طيب كي بقى اللي بتحل محل شا بالفرب، يعني نقول بالعيلة بتاعته دي كلها، لازم أحطه ورا الكلمة اللي بتتعاد في الجملة الأولى. يعني عاملها زي يقول ميشيل كور فير لو شا، ميشيل بيجري ورا القطة، كي ميال. يبقى إذا هنا إيه؟ كي ميال حطيت على طول ورا الكلمة اللي بتتعاد. طيب أنا عندي هنا اكزامبل تاني، لو ليفر ايت ان رومان بوليسيي، لو ليفر اي سور مون بيرو. اوكي، تاني لو ليفر ايت ان رومان بوليسيي، يعني الكتاب دون عبارة عن قصة بوليسية. لو ليفر اديني بعد كلمة لو ليفر اي سور مون بيرو، على المكتب بتاعي. اوكي، اتفقنا ان الكلمة بتتعاد لو ليفر. طيب انا عندي ايه ده؟ فيرب اتر. يبقى اذا لو ليفر بتلعب دور السوجي في الجملة التانية، ده سبجكت وده فيرب. طالما الكلمة بتتعاد
تلعب دور سوجي، يبقى اشيلها واحط مكانها كي، يبقى اقول ايه؟ طيب كي، وبقيت الجمله بتاعتي ايه؟ كي سور مون بيرو، اللي هو على المكتب بتاعي. طب هحطها فين؟ اتفقنا انه كي بالعيله بتاعتها لازم يجي ورا الكلمه اللي بتتعاد. نفس الحكايه عملناها هنا، احنا جبنا كي ميول ورا الاشاع، بس هنا الاشاع كانت اخر الجمله الاولانيه، لكن الليفر هنا اول الجمله الاولانيه، ما كانوا في الاول. هعمل ايه؟ هقول احلى زي اقول لو ليفر، اوكي. بعد كده هجيب كي بالعيله بتاعتها، كي سور مون بيرو اللي على المكتب بتاعي، اوكي. ايه اكمل بعد كده الجمله عادي. ايه تا رومان بوليسي، يبقى انا هاخد بالي ايه؟ انه انا جبت هنا بعد دي ليفر مطرح الاكس الحمراء دي، حطيت كي بالعيله بتاعتها، زي ما القاعده بتقول انه لازم كي بالعيله بتاعتها يجي ورا. اه بص، انا الاكس هي كلمه الشعر، انا قلت كي ميان فوق مفيش حاجه تتكمل، فحط حطيت بوان، حطيت نقطه هنا، بكتب الجمله لو ليفر. ايه ده؟ دي الكلمه اللي بتتعاد، يبقى لازم اجيب وراها البرونون ريلاتيف بالعيله بتاعته اللي هو كي. كي سور مون بيرو، يبقى ايه ده؟ رومان بوليسي، اوكي. دونك كي هنا، كي كونكلوجن رومبلاس لو سوجي. طيب هنيجي كو، هنقرا الجملة. J'ai vu un nouveau film. أنا اتفرجت على فيلم جديد. J'ai aimé ce film. أنا حبيت الفيلم ده. أوكي؟ فيلم هنا بتلعب دور إيه في الجملة التانية؟ ما بتلعبش دور السوجي، لأن الفيرب aimé ودي جو السوجي. هي بتلعب دور السي او دي. لو تفتكروا السي او دي أخدناه مع بعض في السيزيام، في جريد 6. سي او دي يعني انا حبيت ايه؟ لو فيلم، اللي هو اللي بتقول عليه بالعربي مفعول به، اللي هو بتقول الاوبجكت، دايركت اوبجكت بالانجلش، اوبجكت دايركت او دايركت اوبجكت، حاجه زي كده. ده كومبليمون دوبجي دايركت، اللي هو المفعول به. انا بحب ايه؟ سو فيلم. قالوا لي لو لقيت الكلمه اللي بتتعاد، ما هي بتتعاد ليه؟ لان هي فيلم هنا وفيلم هنا، بتلعب دور السي او دي، هشطبها واحط بدلها ك. وبرضك هاخد ك بالعيله بتاعتها اللي هي الجمله بتاعتها، واحطها ورا الكلمه اللي بتتعاد. نفس القاعده، نفس القاعده بتاعت الكي. يبقى اقول ايه؟ جي فيو ان نوفو فيلم. اه ادي كلمه بتتعاد، اهي فيلم. بعد كده هكملها ب كو جي امي. شوفوا الاكزامبل تاني. لا سوب اي بون، جم لا سوب، السوب الشوربه حلوه. جم لا سوب يعني بحب الشوربه. بردك لا سوب هنا سي او دي، ادي ام ده الفيرب وجي السبجكت، يبقى لا سوب سي او دي. يبقى هشرب سي او دي، وقلنا لا سوب احط بدلها ك. وادي هقول ايه؟ لا سوب. الله، لا سوب هنا دي كلمه بتتعاد، اعمل ايه؟ لازم اجيب ك بالعيله بتاعتها، احطها ورا الكلمه بتتعاد. لا سوب ك جم. ايه بعد كده؟ اكمل الجمله. الجمله خلصت؟ لا، لسه في كلمتين هرميهم في الزباله. لا، لازم اكمل بيهم. ايه بون، يبقى اذا دونك انا عندي ك رومبلاس لو، سوري هنا دي سي او دي، انا كتبتها غلط، اشطبوها. ك رومبلاس لو سي او دي، دي انا كتبت غلط، معلش ومش عارف اعمل حاجه فيها دلوقتي. اوكي، كو رومبلاس لو سي او دي، يبقى كي رومبلاس لو سوجي و كو رومبلاس لو سي او دي. اوكي، طيب الاكسرسايز اللي هتجيلكوا على اللسان ده هي كومبليت. اوكي، كومبليت يعني هجيب لكم اكسرسايز باسلوب سهل. هنشوف نموذج للاكسرسايز ده
في البيج بتاعتكم باج 314، اوكي 314. نيميرو 5، اوكي 314 نيميرو 5. Écrivant. Jérémy parle des films qu'il a vus récemment. Jérémy de Esmoal parle بيتكلم عن الفيلم اللي اتفرج عليهم recently. اوكي complete يبقى انت عندكم complete سي فراز avec qui او que ou dans. انتوا ما خدتوش dans et dans مدغيه انتوا كي او كو، فهنعمل فرازات اللي بيمشي معاها كي او كو. طيب نمبر 1 c'est un film étranger، احط كي او كو. j'ai vu avec des amis. انا هقول لكم بقى حاجه سهله خالص، التكه بتاعت الدرس ده انا اخدناها كي يا كو، فانا المفروض احط هنا كي او كو. بصوا لو لقيتوا الفيرب اي في في سبجكت قدامه يبقى احط ايه ك، لو لقيت ان مفهوش سبجكت لان احنا عارفين كي هي السبجكت يبقى احط كي. تاني اي في في سبجكت ولا مفيش؟ اه في فيش جو. طالما الفراز فيها سبجكت قبل الفيرب يبقى هحط هكمل بالك حتى لو انا مش فاهمه معنى الفراز. يعني اقول c'est un film étranger que j'ai vu avec des amis. اوكي تو ملغي. نمبر 3 j'aime beaucoup l'acteur joue dans ce film comique. انا هنا مش هشرح الجمله بس هفهمه. عندي جو ده فيرب، في سبجكت ولا مفيش؟ لا مفيش، يبقى ايه اللي بيحل محل السبجكت عندي؟ الكي. يبقى احط ايه كي على طول. يبقى لما الاقي في سبجكت بحط كو اوتوماتيك، ما فيش سبجكت هحط كي. يعني الفرازة تكون ايه جام بوكو لاكتور كي جو دون سو فيلم كوميك، يعني اي لايك ذيس اكتر هوم بلاي، اللي بيلعب دور اللي بيلعب في الفيلم الكوميك. اوكي الفيلم ده الكوميك. Ok. Numéro 4. C'est une adaptation d'un roman j'ai lu en cours. Fille subject ou la fiche? On dit est lu dans le verbe, lire le passé composé. On dit subject ou j'ai. Il y a isen. Tu as ma fille subject, tu as biki ou la que? Hein? Là, tu as kamel biki. Que, hota, la ma bikoun, on dit subject. كي بحطها لما بيكونش عندي سبجكت زي نمبر 3 زي نمبر 3. يبقى الفراز هتكون ايه؟ c'est une adaptation d'un roman que j'ai lu en cours. نمبر 5 هكون ملغية. اوكي ده كده بالنسبة للسون ده. انا يعني مش عايزة لخبطكم اكتر من كده، حاولوا تفهموك على قد ده، وهنعمل عليه اكسرسايز ثانيه هتكون اسهل في شيت الريفيجن طبعا هنزلها لكم. تيك كير. ان اسبوع في ويك 4 هيبقى في كويز هتنزل لكم على الويك بلان مع ده بالظبط. اوكي لا بون شانس ا تول موند، ريستي على ميزون اي بريني سوين دو فو ميم. باي باي، اوفر ميز انفان، باي.